اللقاء وعن أشياء أخرى جميلة، أهداف جميلة جدا شاهدناها بخبرة عمار عمور وأيضا الطواهري الفتى الواعد إلى صحة التعبير. نعم شفناها هدف جميل من اللاعب عمار عمور، اللاعب الشاب، باش نقولوا لاعب شاب لانه يعني مردود تاع شباب، نعم مردود تاع شباب. نظن انه يعني المباراه كانت شيقه، لكن يوسف لازم ناكد شيء، كانت تكون احسن لولا ارضيه الميدان كانت يعني صالحه. دعنا من ارضيه الميدان لنتكلم عن اللعب الفني. نعم نظن انه المباراه كما كنت نقول يوسف في حد ذاتها كانت مباراة شيقة، كانت تكون أحسن. نظن أنه الفريق الحراشي عاد في النتيجة بعد الشوط الثاني. شباب بنوزداد كان له الشوط الأول لأنه كان أدى شوط لبس به، كان قادر يسجل أكثر من هدف. الفريق الحراشي نظم الهدف خبرة عمار عمور. نعم خبرة عمار عمور، كان شاف الحارس دوخة يعني عمل كما نقولوا احنا ان با باش انتيسيباسيون يعني. نعم باش يخرج، شافوا عمار عمور يعني وضرب الكره بقوه في في الجهه وين كان فيها الحارس. نظن انه خبره عمار عمور هي اللي صنعت الفارق. الهدف اتحاد الحراش جاء بعد مجهودات كبيره يوسف من الفريق الحراشي. نظن ضربه ثابته سمحت لطواهري باش يعدل النتيجه في وقت اللي كان اتحاد الحراش يعني محتاج اكثر للعب يعني كبير. عبد الغني فيما يخص شباب بلوزداد ثاني احسن هجوم واعتقد انه يسجل 21 هدف. ما نخفيلكش يعني فات عندك احصائيات خاصه بشباب بلوزداد، انا حبيت نركز برك على الشاب عمار عمور. يعني نقول الشاب لان اولا الهدف الثاني تاعو في المقابلات المحليه. سامحني انا انقطعت للتعليق ربما عن هدف طواهري ايضا. هدف هنا شاب لكن عنده خبره بهدف جميل جدا مصطفى. نعم شفنا يعني اللاعب القرع يعني كيفاش وضع الكره في القائم الاول، وال يعني الدفاع شباب بلوزداد